وين اللي يقول يتحداني؟ وينك؟ مرتاح؟ مرتاح. ودحلنا فزنا تعشينا. ها؟ يا شباب. اصبر اصبر لا تطلع اصبر. لا لا اصبر ودي اشيل واحد. ناظر انا ما يقدر يجيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيا وكيف حالكم طيبين؟ مثل ما تشوفون الحين انا توي واصل المجمع. شوف في الشتاء عندك البر والمزرعة، هذه إذا ما رحت لها وبكثرة يعني أنت خسران. ويلا مشينا. وانا نازل اتقضى في البقاله شوي اللي يجوني ناس يكلموني ولقيتهم مبدعين. يلا حيهم. هلا بالشباب. وين اللي يقول يتحداني؟ وينه؟ كني سمعتكم تقولون اذا فزت بتعشوني. ودحلنا فزنا تعشينا. ها طيب اصبر خلها من طرف واحد. اذا انتم فزتوا علي انا بعشيك. والله بس من طرف واحد. يلا تم تم كم. يلا ها تبدون بتسوون شيء. اوه في تخطيط في تخطيط. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اسمع الحين هم اعطوني التحدي حقهم، اذا سويته يجي دوري انا اتحداهم. صح؟ يلا يلا بطل. اوه اللي بطلك هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واي واي واي. طيب اسمع الحين يجي دوري انا اتحداكم. طيب يلا تحدى انت ولا ابغى اسوي لك واحده اسهل منها؟ يلا انا بسوي لهم السهله ماني بسوي لهم الصعبه، اذا سووها صراحه مبدعين. صعبه صعبه صعبه. روح تشتغل بالجيش. بالجيش؟ دوركم خلاص فزت عليكم التحدي انا ولا؟ اصبر صح اصبر يعني يعني جولات هي؟ يلا يلا ما شاء الله. كفى كفى والله يا بطل. يبغانا نغير الشارع. شوف يدي يا شباب انا اتقطع. او انا عندي حل ثاني، ايش رايكم؟ عشانكم ما شاء الله تبارك الله وانتم صغار مبدعين كذا. ايه العشاء علي وبس، ايش رايكم؟ تستاهلون صراحه مبدعين. اقول لك ان شاء الله يوم ثاني اصور معكم بعد. يلا بالتوفيق يا شباب. هذا ما شاء الله الوالد. يلا حيه. ترى ما شاء الله الشباب فازوا معنا تحدي على عشاء ويقولون انكم بتمشون، بس انا قلت لا لازم تعشون. لا بمشي بيض الله وجهك. لا 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 لازم لازم لا لازم خلاص انا الشباب وعدناهم الشباب. الله يبقيك. طيب يوم ثاني بتجون انتم الى المجموعه ان شاء الله؟ باذن الله باذن الله. يعني توعدونا يوم ثاني؟ اي اكيد اكيد. خلاص يلا جرب التوفيق. يلا مع السلامه يا شباب. حبيبي انا احبك بعد. جابوا عابد. ابو عابد يلا حيه. شوف حكم الحين في المزرعه لازم تلبس لبس مريح. البنطلون هذا ما يصلح الصراحه، يعني هو مريح لا باس بس ودك بشيء ترتاح فيه مره. طيب ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ قمت قدام الناس. تحسبني بغير زي الناس؟ باركور احنا ما نغير زي الناس. طيب شلونك؟ شوف شلون نغير. شوف اثنين ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. بسم الله. ها شوف الحين جاهزين ولا؟ الله العظيم كيف؟ شفت شلون؟ طبعا الحلو في المزرعه ان كل ما قطعت عنها بعدين رجعت تلقى تجديد، صراحه عند خوالي ابداع، فالحين ان شاء الله بروح نشوف التغيرات. ما شاء الله. شوف هذا يا شباب كذا يكنزون التمر، يعني شوف هذا انا ساعدت في بنائه بس كان مواصير، الحين جيت ما شاء الله وهو قايم. اي والله في غنى. شفت هذا كلها جديده علي، امسك لازم تجرب الحوش وشوف هو زين ولا لا. بسم الله. الله عليك. حلو. تقول شيء للمتابعين؟ كيف المكان الجديد مبسوط فيه؟ مرتاح؟ مرتاح. يعطيك العافية. يلا بجاي. تعرف لغتهم. شو؟ تعرف لغتهم. اي اعرف لغتهم. سبحان الله يعني تفهمهم بدون ما يتكلمون، يعني الملامح كذا تشوف يعني تو كان ملامحه كانت تقول يعني انه مبسوط كذا. هم شوف ما شاء الله عليه خالي هو بنفسه اللي يشتغل بالحراثة. يا هلا يا مرحبا. يا هلا. اهلا بالعم. فيديو فيديو فيديو. في ناس من مصر ورباك توجه لهم كلمه، ايش تقول؟ والله نقول ربنا يرجع كل واحد لاهله سليم وربنا يوفقهم ان شاء الله. كان قصدك انك يعني هنا ما انت مرتاح ولا شيء؟ لا لا والله انا بحب السعوديه جدا جدا. اسوء اشتقت الاهل؟ بشتاق للوالد لاطفاله ما في شك ونشوف عياله. يلا ان شاء الله عيالك يشوفون هذه، فايش توجه ايش تقول لهم؟ سلم عليهم وكون بخير وان شاء الله كنا مبسوطين وتمام تمام. الله يحفظك العافيه. ما شاء الله اختر. كيف الحال؟ وش تسوي ما شاء الله هنا؟ ايش هذا قبر؟ هذا زيت بدل هنا. عشان غير زيت. ما في قبر؟ ما في. الحمد لله. ايه ابو
العبيد يلا حي عادي باليوتيوب بكره اي باليوتيوب اجل اي اجل والله ما توقعت ها عبد الله نبغاك تورينا اشياء جديده يقولون في اشياء جديده صايره مستجدات نبدا فيه وش نخلي بس يقول خل نروح النياق ايش رايك لا لا حبيبي تعال معي ما ادري تذكر تذكر يا مرقه هذه رقيتها قبل لا يخلصونها طبعا بناي تحس انها تعبانه خوفك ينفك بعدين درباب هنا ولا هنا والله ما ادري ابو حمدان شلون بنزل الحين خلصت يمديني ارقى ليش لا ليش لا صح ليش لا اي طب الحين في حمام بس تعال خلينا نشوف تعال تعال ادخل ادخل عشان لا يطلع الحمام جاهز كوكاب انا جاهز بس الخشب ذا ما يطيح السؤال انت رقيت فوق حلو ايه شلون تطلع من فوق ما اقدر بس ودي ارقى تطلع مع الشب سؤال حلو ما وين برقى صدق اسلم في شيء جاي هنا وايش السالفه ندخلهم معنا زي ما يدرون ان احنا جوا توقع السلام عليكم أيوة سلام أيوة سلام, أيوة سلام سلام كيف ماسك الخشب؟ أنا عجبني بس مسخة النعال مسخة النعال مسخة الزريان يدخل المسجد لا عشان تمسك رجله بالضبط بالضبط شوف ترى إذا خربت شيء ولا كسرت شيء معناته إنك خسران طبعا في صعوبات الحمام هذه أحد الصعوبات اللي يرقى الأعلى نقطة هو الفايز توهق امسكني امسكني لو طيح سلام عليك يلا عبد الرحمن قاعد تبتدي هي وش النقطة اللي أعلى من هذا؟ ما في يعني. أحسن على شيء. خلاص هو وصل أعلى شيء. إذا وصلته؟ لو وصلته يصير تعادل. شوف تحدي ثاني. مين يا شباب؟ هذا من الشيطان. ويا في قذف عشوائي. ها؟ ما حد فايز من غير تحدي. والله رمل زين أبو عاد. ايوه طبعا هنا كان في تفخ ومفقع حتى ابو عابد شوف ابو عابد يدورني يدك الله يهديك ابو عابد يا اخي بزر انت ايش والله هديك ما تنتبه لنفسك هديك قصدك انا يعني السبب يلا مشينا نياك نياك جيت بدخل مع هنا قال لي عبد الله لا 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 قلت وش عبد الله قال تدخل مع البوابه الرئيسيه وين البوابه الرئيسيه يا ابو عابد البوابه الرئيسيه على النياك عنده بوابه رئيسيه يعني مو بشغل بسيط السكيورتي يسمح لي ادخل بالكاميرا ولا هذه البوابه الرئيسيه الحين مشغلني بوابه مشغلني بواب رئيسي يا اخي زي داخل كذا يقول له تفتحها تجلس يومين اوه ما شاء الله هذول النياق ما شاء الله تبارك الله اوب اوب لازم اوب تقول ما ادري ليش بس لازم تقول اوب شوف ذا اللي طلوني حليلهم ما شاء الله سبحان الله يوم جو الغنم قاموا جو عندهم بالله احمد تعال شوي اول شيء ترى في ناس كثار يقولون صور احمد في المقطع هذاك بدع وصراحه نجم كبير وحبيناه كل مره تصور في مزرعه تصوره كفو والله كفو طيب احمد ودي اشيل يا اخي حوار صغير كذا اصبر اصبر لا تطلع اصبر لا لا اصبر ودي اشيل واحد ديني امه زعلت عليك نظر كات 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 مقطع كات هذه احد وسائل الدفاع عنده شوف كيف جاي وقت غلط جاي وقت الحليب وين غسل ابو حميد مويه هنا بسرعه 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 والله سبحان الله بيحتمي بشينه مره يعني يقول ايه حلو ها يمكن يمكن شكل المسابع عشان ريحته مو لا والله سبحان الله يمكن عشان صغير ويشرب بس حليب توه يمكن على اساس الكبر بياكل لحم يعني عنك ايش رايكم بشيل هذه شلامي نتقابل ان شاء الله في الشميسي لا حفة الزيت ايش هذا قبر يلا الحين ان شاء الله اليوم بعلمكم الطريقه الصحيحه في حلب النياق تعال شوف تعال قرب عبد الله خايف مبعد شوف شلون مد يده كنا مويه والله صح لا حليب حليب والله حليب يا ولد لا ما هي بشايف مع الاستاذ احمد ان شاء الله بتعلم اليوم شلون احلب النياق بشكل ممتاز استاذ احمد طيب بالله ايش اقرب مع الاستاذ احمد ايش اقرب مع الاستاذ احمد بسم الله اليوم نبغاك تعلمنا كيف طريقه الحلب بالطريقه الصحيحه ايه كذا ها وين شلون كيف كيف الاصابع كيف كذا كذا ها لازم تحلب كذا ها الحين شوف ان شاء الله باك تقيمني من 10 ان شاء الله انجح ان شاء الله خلاص يعني اذا اعطاني استاذ احمد الاجازه اذا اعطاني يعني التقييم عالي معناته ان شاء الله اني يعني ان شاء الله اني اقدر احلب في محافل دوليه عادي طب جاك 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 استاذ احمد بالله هذه والله نصيحه حلوه اقول لك ما يصلح تخوف الام اذا خافت الام سبحان الله ما يدر الحليب فلذلك احنا الحين بنروح شوي نبعد خليها تهدى يدر الحليب نرجع لها ان شاء الله سلامات سلامات هنا نقول نصيحه للشباب نصيحه ينتبهون ما يتشقلبون الا في اماكن ممتازه شوف الشيخ تشقلب وجاء كسر في الطرق هذا كلام من زمان ها نعم نعم لا اذا نقزت تسويها نعطيك واحده تفضل بسم الله
ممتازه. اي والله. طيب من فوق عبد الله على وراه. على وراه. صايك يا هذه يمكن انا اقدر اسويها. خايف علي يا احمد. قصدك ما تبغى نكسره يعني؟ ولا خايف ياخذ منك الاضواء؟ لا 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 يلا امشي امشي حليب. اوه حليب حليب درت احمد. وقفنا عليه قبل شوي. درت درت. سكينه. سكينه صح معي سكينه. احمد في واحد ما يصب. خلاله كويس. طبيعي الموضوع. قاعد تسبحون. خلي لك واحد. هذا ما فيه. ما فيه صح؟ يعني كان كلامي صحيح صدق يخلص واحد. طبعا يخلص. خلص ها؟ خلصت ثاني شو لازم تخلص ها؟ خلص. كيف الحلف يا احمد؟ بالله صدق صدق. بدون مجانس. صراحة؟ ها. 60%. 60% من 100. ايه. ال 40 مرة. يعني لا بأس كأول تجربة لا بأس صح؟ يلا. ال 40 الباقي مرة. ال 40 الباقي ثمرة. في المرة المرات الجاية مع التمرين إن شاء الله. مع التمرين. نسويها بإذن الله. بالله ارجع شوي. بنحتفل مع الأستاذ. أنا ما يقدر يجيني ها؟ اصبر 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 لا يا شباب احنا متفقين الحلب ما اتوقع نتهاوش اصبر هو يقول ما يقدر هو يقول ما يقدر خلاص الحليب يا شباب الحليب باقي نياق اي باقي نياق اوعدكم مرة ثانية بعد المغرب ها؟ اوعدكم بإذن الله شيء لازم نبجل الأستاذ يعني يستاهل تبجيه شو فيك؟ كأنك تعبت؟ انا تعبت يا اخوان اذا الاستاذ حقي تعب اتوقع انا يعني هو لازم المفروض ما يتعب صح يا جمهور المفروض ما يتعب ده صح ما تعبت انا تبغى نكمل تعال لا خندار در الحليب صرف الاستاذ الاستاذ صرف يقول عندنا ضيوف انا ما عندي مشكله نكمل الله يستر يقولك سبحان الله في مرابط وش هذيك يا احمد المكان للشياطين سبحان الله معصله مع المغرب الله يكفينا الشر يقولك في مكان الابل سبحان الله مربض الابل مربط تجتمع الشياطين او شيء زي كذا سبحان الله وشو البيل بيه ما تصرف ليه معلومات هذه معلومات دينية احمد تاخذ عليها اجر عادي لا يا اخي متاكد من المعلومه متاكد من المعلومه ابدا متاكد لكم معلومه بنحطها ان شاء الله شوف غاره سبحان الله شوف كيف ضامته سبحان الله شوف حنان الابل سبحان الله طب هذه غاره تعالي تعالي غرتي لا انا خمس انا خمس يا حلا لا بس حنون ترى انا والله كل ما ودي اتخمني شفت هذه غاره شوف غاره غاره طب سبحان الله يخافون من الكاميرا شوي احلاله تكفون والحمد لله خلصنا مصلين والحين جاء وقت الحليب نبروح نشرب ما شاء الله تبارك الله يا من العافيه ابو حميد والله يجزاك خير انت وين هناك ليه هسه انت واصل هناك انت هناك وبس لا بيت جنبك بيت جنبي اقعد اقعد يا سوسن ما عرفتك وش المهاره سوسن يعني ما ادري كيف حركات البنات اه شوفوا نشرب حليب نياي مره مجزونه مستحيل ما تصير مره مجزونه يا هلا مرحبا ومسهلا هلا بالمهلي هلا بك يا عبد الرحمن تو والله ما نورت القناة مساكم مساء الجميع الله يجزاك خير حقيقة فرصة سعيدة وهنيك على مهنة التصوير الله يجزاك مهنة التصوير دايم رأيها مروق وفلها والله هذا اللي يظهر للناس اشوفهم مصورين دايم يبتسمون لونهم زعلانين هذه احد الصعوبات اللي ترى تواجهنا انك لازم انك غصب تروق نفسك طيب بالله تكفى نبغى بيتين لازم تامر امر يقول يا نعسة تكفى لا ترمشين الحين اخاف رمشك يحجب اشعاع عينك ودي أطالع صورتي داخل العين وانتي بعيني طالع حسن زينك في عينك اليمنى زهور وبساتين ورياض عش من ظللت من جبينك في عينك اليسرى بدون مقفين يتلون براق انقسم وجنتينك أنا لوني كفيف وجالس مع ملايين يحس بك قلب يهز حنينك حنينك صح الجالب بس روعتني يوم قربت الكاميرا طبعا اللي ما قد شرب حليب نياق او قد شربه وما جاز له ما ادري هل السر والله كان يجينا حليب نياق طعمه غير ولا ما ادري انا كبرت وبديت تتعود عليه بس مو بزي الحليب حق نياق خالي الان صراحه هذا بالذات حق مزرعه حق خالي والله ما شاء الله لذيذ الصراحه بالعافيه الله يعافيك صراحه تصير يعني منصفين احمد هل تعليف النياق يفرق في الطعم حق الحليب يفرق وبكذا وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى الفيديو عجبكم اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك تفعيل جرس التنبيه عشان ان شاء الله تشوف كل جديد وش تقولين لهم يا حلوه زينه بس مسامه الخطاوي والدرب الوطن واصل بك الحال ما يخيب الكفال